أهلا وسهلا بكم متتبعي قناة شوف تافي في هذا المباشر الجديد من مدينة البيضاء. كيف تشوفوا معنا متتبعي قناة شوف تافي؟ صراحة مشهد اللي تبكي وتيحز في القلوب. كيف تشوفوا معنا متتبعي قناة شوف تافي أن في عز البرد القارس واللي واصل درجة البرودة إلى 10 درجات، الناس في المنازل ديالهم مغطين بحوايجهم وفيهم البرد، فما بالكم تقريبا بهذه الأسرة هذه اللي الله يحسن العوان أسرة بكاملها بدون ملجأ وناسها في الزنقة. إذا تشوف معنا تبع قناة شوف تيفي، اللي غطاها لا حنين لا حيم. تشوفوا معنا أن حنا الآن شهر جوج وفي عز البرد ودرجة الحرارة وصل 10 درجات، والناس في المناجل ديالها وتتشتكي من البرد، والناس اللي في الجبال فهم الله يحسن عوانهم، فما بالكم بهاد الأسرة هذه اللي عايشة في الزنقة مسدة الكرتون ومغطية بالسماء. تشوف معنا بالسباق على شوف تيفي، الساعة تقريبا 4 ديال الصباح، وهاد العائلة هذه فيهم وليدات صغار اللي ناعسين هنا في الزنقة. إذا الله يحسن العوان تتبع قناة شوف تيفي، ونبغيو أن يكون تدخل ديال الجمعيات ديال المجتمع المدني، وما نبقاوش نقولو غنديرو خاصنا نديرو، ما نبقاوش نسمعو غير هضرة، نشوفو نشوفو مشاريع على أرض الواقع دور الأيتام دور الناس المتخلى عنهم، باش ما نبقاوش نشوفو بحال هاد المشاهد هادو. صراحة هذا يهز في القلب، احنا في سنة 2023 ونقدر نقول ان مبقاتش رحمة في الناس المسؤولين على المجتمع المغربي. إذا كيف تشوف معنا المتتبع قناة شوف تيفي، صراحة مشهد تيبكي وكيحز في النفوس، أسرة بحال هذه اللي كاملة في الزنقة. نتمنى من الناس المتتبعين أنهم يتفاعلوا معنا من خلال التعليقات ويعطيونا آرائهم بخصوص بحال هذه المشاهد هذو اللي كنشوفوا بعض الأسر اللي ناعسة في الزنقة، وشنو هما الحلول الجذرية اللي خاص تداو والمجهودات اللي خاص يقوموا بها الناس المسؤولين على رعاية اجتماعية ديال بحال هاد الناس هادو اللي بدون ملجأ وكيباتو في الزنقة. حنا الآن قرب مستشفى ابن رشد، لقينا هاد الأسرة هنايا، بينما حتى أمام مستشفى ابن رشد تاني الناس اللي متخلى عنهم، تاني الناس اللي في انتظار مواعيد طب العمليات أو لدى العلاجات الطبية اللي هما مواعيد جد متأخرة، وناس ساكنين بعاد تيجيو لهاد المستشفى وما تلقاوش فين يباتوا. الله يحسن العوان، تاني الناس اللي على قد الحال ما تلقاش فين يبات، يبقاو يباتوا في الزنقة في انتظار دوك المواعيد باش يتعالجوا، وتكون الحالة الصحية ديالهم زاد ضعيفة. وهاد الشي هذا مسألة انهم يباتوا في الزنقة تزيد يدهور من الحالة الصحية ديالهم. إذا متتبعي قناة شوف تيفي، نتمنى أن يكون واحد التدخل عاجل ديال الجمعيات ديال المجتمع المدني ديال هاد المنطقة هادي وديال المحسنين، ويتم وضع واحد الحل من طرف المسؤولين لهاد الناس المتخلى عنهم، يتم تخصيص واحد الميزانية لهاد الناس هادو باش على الأقل يلقاو واحد الملجأ ديالهم. كاين الله يحسن العوان تيخرج يخدم تيدبر على لقمة عيش ما ياكل، لكن ما عندوش باش يكاي وما عندوش فين يبات وتيبات في الزنقة. إذا المتتبع قناة شوف تيفي، كيفاش معنا على المباشر هذا المشهد اللي يحز في القلب يحز في النفوس ويدمع العين، في عز البرد القارس ناس اللي بايتين في الزنقة تقريبا أسرة بكاملها. إذا المتتبع قناة شوف تيفي، إلى هنا أتوصلنا لهذا المباشر، وإلى اللقاء في مباشر آخر إن شاء الله.